السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا وصلنا مخيم في جروة بولا. جروة بولا دي مدينة صغيرة على حدود الكاميرون وتشاد. عشان نعمل الرحلة دي منذ أمس بدأنا الساعة 6 صباحا وأخذنا الطائرة من بانجي ساعة ونص، يعني حوالي 500-600 كيلو، ومن دوالا إلى هنا حوالي 900 كيلو تقريبا، يعني عملنا حوالي 1500 كيلو عشان نصل لهذا المخيم اللي بتديره مؤسسة اسمها إسلاميك هيلب. هؤلاء الأطفال كما ترون وغيرهم من النساء في هذه الحالة منذ عام 2014. منذ عام 2014 هم عايشين هنا، منهم من مشي لمدة 500 كيلو، منهم ناس مشيت لمدة 600 كيلو 400 كيلو، منهم من فقدوا كل أبناء العائلة. أحد الرجال فقد 50 من أولاده وبناته وأقاربه إلى أن وصلوا هنا إلى هذا المكان. هذا الأمر حينما حدث في عام 2014 كان هناك في مجموعة اسمها أنتي ملكة، وقتلت كثير جدا من المسلمين. الغريب جدا يا شباب ويا شابات ان احنا لا نسمع الاعلام لا الغربي والاعلام العربي يتكلم عن مجموعه اسمها انتي بالكا، يتكلم عن بوكو حرام وهي مجموعه ارهابيه، ويتكلم عن مجموعه ايضا اسمها الدوله الاسلاميه ودي برضك مجموعه ارهابيه. ونحن كمسلمين لا نقر ما يقولونه عن هذه المجاميع، كلهم مجاميع ارهابيه، مجاميع اجراميه لا تمت للدين بسنه ولا تمت لاي دين ولا اي اخلاق ولا اي شيء انساني بصله على الاطلاق، سواء كانوا مسلمين يدعوا الاسلام او لا يدعوا الاسلام. حينما نرى من يدعون ان هناك ما نسميه اسلاموفوبيا فنقول لهم تعالوا هنا الى مثل هذه المخيمات التي استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في الكاميرون وفي تشاد وفي داخل أفريقيا الوسطى، لكي نتكلم عما تدعونه الخوف من الإسلام ومحاربة الإسلام ومحاربة المسلمين. هذا هو حال إخواننا وأخواتنا، هذا هو حال إخواننا وأخواتنا من هذا الرجل اللي ماشي معاه 50 مضروب في دراعه. هذا أحد الشباب اللي هو أصيب في دراعه ودراعه أصبح مشلول هنا هو في الناحية دي زي ما احنا شايفين. حينما ننظر إلى من يدعون أن المسلمين هم الإرهابيين والمسلمين هم الراديكاليين والمسلمين هم المتطرفون، نقول تعالوا معنا لنظر ماذا حدث لهؤلاء الأطفال والبنات والنساء من المسلمين. ونحن نتكلم عن هذا. دوركم أيها الشباب في كل مكان في العالم أن تعرفوا الحقائق وأن تبنوا السلام وأن تبنوا الرحمة وأن تكونوا أنتم رسل السلام وبناة المجتمعات، وأن تكونوا أنتم أيضا من تحملون لواء الإنسانية وأخلاق الإنسانية وأخلاق سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، خاصة وأننا سنحتفل بمولده الشريف بعد أيام من زيارتنا لهذا المكان. إن كنا نحب الله ورسوله، إن كنا نحب عيسى وموسى وإبراهيم وكل الأنبياء، فعلينا أن نقف للإنسانية وقفة قوية جدا لنمنع ما نسميه بجينوسايد أو ما نسميه بالإثنيك كلينزينج اللي هو التطهير العرقي لكل هؤلاء، سواء كان هؤلاء الناس مسلمين أو غير مسلمين. لشباب الفيسبوك ولشباب التويتر ولشباب الإنستجرام، هنا العمل. العمل لا يكون فقط بالوقوف مع بعض الصور على التلفاز أو بعض الصور على صفحات التواصل الاجتماعي، العمل يكون هنا مع هؤلاء الأطفال. هل نستطيع أن نبني لهم بئرا؟ هل نستطيع أن نعمل لهم مدرسة؟ هل نستطيع أن نرجعهم مرة أخرى لبلادهم التي نزحوا منها؟ وتكلفة بناء إعادة بناء البيت ما بين 2000 و 3000 دولار داخل افريقيا الوسطى. كنا في زيارة افريقيا الوسطى والحمد لله وعدنا بان ممكن نستقبل هؤلاء الناس ونبني لهم بيوتا من وزيرة المصالحة الاجتماعية. نرجو لمستقبل كل طفل من هؤلاء الاطفال.
هو أمانة في أعناقنا، هي أمانة في أعناقنا. هم يتطلعون إلى ما ستقومون به من أجل إحقاق الحق ومن أجل مساعدة الإنسانية ومن أجل بناء السلام. السلام هي رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام هي رسالة المسيح عليه السلام، السلام هي رسالة موسى الكريم عليه السلام، السلام هو رسالة إبراهيم عليه السلام، السلام هو رسالة كل إنسان وكل نبي وكل رسول أتى إلى الأرض وبعثه الله سبحانه وتعالى إلى هذا الكوكب لكي يقيم العدل ويقيم الحقوق. قبل أن نمشي من هنا وأقول لكم مرة أخرى، لا تنشغلوا بأنفسكم ولا تنشغلوا بأنفسكم، انشغلوا بهؤلاء الناس. هؤلاء الأطفال هم مفاتيح الجنة، هؤلاء الأطفال هم مفاتيح الجنة، هؤلاء الأطفال هم مفاتيح الجنة. إن أردتم أن تفتح لكم أبواب الجنان كلها الثمانية أبواب فتعالوا هنا، تعالوا إلى كل مكان وارفعوا الظلم عن هؤلاء الأطفال، وأعيدوا هؤلاء النساء والرجال والشباب إلى بلادهم مرة أخرى، ووقفوا وقفة قوية من أجل استتباب الأمن والسلام والحرية لكل إنسان في العالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان في العالم، سواء كان الإنسان بوذي، مسيحي، مسلم، يهودي، أي جنسية، أبيض، أسود، أحمر، أخضر، أي جنسية. الدين الذي نتبعه والرسول الذي نتبعه صلى الله عليه وسلم هو من أتى لإنقاذ هذه البشرية من ولاتها، إبعاد الأحقاد عن قلوب العباد. هيا يا شباب نتقابل هنا بعد شهر أو شهرين أو سنة، سنة كثير، تعالوا أنتم هنا مع في مؤسسات هنا موجودة زي الإسلاميك هيلب موجودة هنا، هو ممكن أن تتصلوا بها وغيرها من المؤسسات كثيرة، ولكن عليكم ألا تجلسوا في بيوتكم، عليكم أن تأتوا هنا، تأتوا هنا، تأتوا هنا. وأراكم في محطة أخرى أيها الشباب، ولا تكونوا من المنشغلين بالكرة، تكونوا منشغلين بالفيسبوك، تكونوا منشغلين بالإنستغرام، تكونوا منشغلين بعرب جود تالنت، تكونوا منشغلين بالإكس فاكتور، تكونوا منشغلين بالضباب الذي ليس له أصل وصلاب ليس له بداية ونهاية. هنا العمل، هنا العمل، هنا العمل، هنا العمل، هنا العمل، هنا العمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.